إقبال جماهيري كبير جدا شهد افتتاح مهرجان الطبول في دورته ال 11 واللي انطلق فيه فعاليات وورش فنية وكمان بمشاركة فرق متنوعة من دول مختلفة. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير عن أهم هذه الفعاليات عن مهرجان الطبول ونرجع على طول. انطلقت فعاليات مهرجان الطبول الدولي في نسخته الحادية عشر أمس ليضفي على سماء القاهرة سحراً خاصاً بنغمات من مختلف أنحاء العالم. يعد هذا المهرجان حدثاً سنوياً ينتظره عشاق الموسيقى والفنون من مختلف الأعمار لكونه جسراً للتواصل بين الثقافات والحضارات وفرصة للاحتفاء بقيم السلام والتسامح وقبول الآخر. تتميز هذه الدورة من المهرجان بمشاركة واسعة من الفرق الموسيقية من مختلف أنحاء العالم، هذا بالإضافة إلى أكثر من 30 فرقة من فرق وزارة الثقافة والفرق المستقلة في مختلف أقاليم مصر. ولا يقتصر المهرجان على العروض الموسيقية فقط، بل يتضمن أيضاً العديد من الفعاليات الأخرى مثل ورش العمل التعليمية التي تأتي لتعليم مهارات العزف على الطبول بأنواعها المختلفة للمبتدئين والمحترفين على حد سواء، ومعارض فنية تعرض فيها الأعمال الفنية من ثقافات الشعوب المختلفة التي تعكس إبداعهم وتنوعهم، بالإضافة إلى ندوات ثقافية تناقش أهمية الموسيقى في تعزيز التواصل بين الثقافات ونشر قيم السلام والتسامح.